أكون أم شعور مختلف، روح الطفل اللي جواتي أشوفها تلعب. شخصية سارة شخصية فضولية، ولأنه بنتي تحب تلعب وتركض وتكتشف أحب أوفرها الحماية الكاملة لبشرتها من عمرها اليوم لحد الآن. سمعت عن مستلا من خلال صديقاتي الأمهات، ولأنه موصى من قبل الأطباء جربته وأنا مطمنة البشرة بنتي. مع مستلا مهما بشرة سارة تعرضت للعوامل الخارجية تبقى رطبة ومحمية دائماً.